سلامي بنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. جيتكم اليوم فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم حبيت نهضر على المشكل تاع نزول اللون بسرعه، يعني نسبغوا من اللون يروح لنا من القهوه. كاين تاني هذا المشكل يواجه تاني بزاف في صالونات الحلاقه. المشكل وين راهو؟ هي كي تروحي عند صالون الحلاقه تاعك، عند الحلاقه تاعك اللي كي مولفتها، ما تنصحكش، ما تقولكش هدايا، يعني علاش حيهبط لك هذا اللون ولا هادوكاتك. حنقول لكم وعلى هاد المشكل يواجهنا. دائما بعد ما نصبغوا الالوان دوك نقولهم لكم شنو هما. الاشقر بكل انواعه، لي بلون قاعيتك، الوان تاع الاشقر قاعيتك، الاشقر الرمادي، ماشي الرمادي، ما كاش رمادي وحده، كاين اشقر رمادي، كاين اشقر زيتي يعني زيتوني، اشقر لؤلؤي، نحاسي، موف، احمر. هادوما الالوان اللي يحبوا درجه سحب، يعني يكون شعر فاتح. اختلاف درجه السحب تلقاوها غير اللون الرمادي واللؤلؤي يعني ولا البلاتين، اللي يسحق درجه السحب تكون صافيه بين 9 و 10 درجه السحب. لكن الزيتي النحاسي نسحقوا درجه السحب فقط. الاحمر تاني، الموف، الاوبرجين، المهم الى اخره. نلقاو دائما تروح لنا صبيغه بالخف بعد اسبوعين الى قمنا به شهر. علاه وشنو هو السبب؟ لخاطش في عمركم شفتوا لون شعر؟ كاش وحده عندها لونها شعرها لون تاع شعرها اشقر رمادي؟ كاش مره شفتوا وحده لون شعرها موف ولا نحاسي ولا احمر؟ هادو الالوان حنا درناهم، يعني ماشي الوان طبيعيه، حنا درناهم سي بوغ سا يروحوا ويسحقوا عنايه باش يشدوا لنا اكثر، ويسحقوا رانساج اشاك فوا. لازم نديروا مع كل يعني غسل، كل ما نغسلوا شعرنا لازم نديروا رانساج باش نعاودوا نجدوا اللون. هادو ما قعيتك الالوان لانهم ماشي الوان طبيعيه، الوان مصطنعه حنا اللي درناهم. هاد الالوان اللي الناس قاع يحبوها كيفاش هما داروها؟ يشدوا الصبغه الطبيعيه ويضيفوا لها مؤثرات انعكاسات، يا ذهبيه يا رماديه يا نحاسيه الى اخره، باش يخرج لنا هذوك الالوان اللي نحبوهم. يعني هذه شغل موضوع بزاف كبير في علم الكيمياء تاع الصبغه، وي علم كبير علم كيمياء تاع الصبغه، يعني حاجه طويله لو كان نهضر لكم عليها. يعني كي نضيفوا يضيفوا لنا انعكاسات للون الطبيعي يخرج لنا اشقر رمادي، اشقر زيتي، اشقر نحاسي الى اخره. على بها هاد الالوان ما تدومناش في الشعر، يلزمنا عنايه كبيره، لازم تبدلي روتين تاع الشعر تاعك. ما توليش تغسلي شعرك كيما موالفه، تقومي بشعرك كيما موالفه، دوكا كلش يتبدل. لخاطرش الشعر المصبوغ الشعر يكون يلزم له عنايه كبيره، ماشي كيما يكون شعرك طبيعي. على بها تلقاو في بعض الصبغات اللي تشروها يكتب لكم في الصبغه تبقى على الشعر اكثر من اسبوعين ولا 3 اسابيع، 12 غسله ولا تروح لكم. يعني يقصدوا باللي اللون راح ينزل بعد 12 غسله ولا 4 اسابيع، ولا على حسب كل شركه كيفاش تكتب. ما عندك حتى حل غير تبدلي الروتين تاع الغسل تاعك. واش لازم ديري؟ لازم ما تغسليش شعرك بزاف، وي الله غالب ما تغسليش شعرك بزاف. اللي تقولي شعري يزيت وكذا، دوك نقول لكم شنو هو الحل تاع اللي عندها شعرها يزيت. المهم قلت لكم ما تغسلوش شعركم بزاف بالماء، وما تقعديش تحت الماء وقت طويل بزاف، وانتي تحت الماء والماء يسيل على شعرك. وما تستخدميش بزاف الزيوت، لي بندويل،
سورتو في الجذور. علاش؟ لخاطرش الزيوت باش يروحوا من الشعر يحبوا غسيل بزاف. لازم تغسلي شعرك شحال، ديري شحال من رغوه في شعرك باش يروح لك هذاك الزيت، ومنها هذه هديه تخلي لك اللون تاعك تاع الشعر يروح لك بالخف. هادو ما قاعد اسباب اللي تخلي لك اللون تاع شعرك يروح بالخف، ومن بعد تك يبان لك اللون تاع السحب ولا يفيري ولك يضرب لك اللون على اورانج على احمر نحاسي. هادو ما قاعد تك يشوهوا لك اللون. وتاني كاين في كل ماركه دايرين لي شامبوان سبيسيال للشعر المصبوغ. هذوك لي شامبوان هذوك هما اللي يساعدوا على تثبيت اللون، يعني اكبر وقت ممكن. واكبر غلطه تستعمليها هي الشامبو تاع القشره، تروحي تغسلي به شعرك، اكبر غلطه لازم تتفاداه كامل، لاخاطش ينحي لك اللون، مصيبه على الشعر. هذاك اللي شعرها مصبوغ صبغاتو بلون شباب. وتاني تستعملي الشامبو الجاف، هذا لازم يكون عند اي وحده. علاه؟ هذا الشامبو دوك نحط لكم لا مارك، قبل نحط لكم لا مارك اللي تعجبني انا واللي متواجده هنايا في الاسواق الجزائريه البنات. اي حاجه نهضر لكم عليها راهي كاينه هنا في الجزائر. المهم هذا الشامبو الجاف وين نستخدموه؟ نستخدموه عندهم شعرهم يقدر تغسلو الصباح العشيه يزيد لها، ولا بعد 3 ايام لازم تغسلو. هذا يفيدها بزاف، ينحي لك الدهون الزايده اللي يكونوا في شعرك، ويمد له منظرك شغل راهو يعني مازالو يعني راهو مقي ومغسول جديد، ويعطيك فوليوم للشعر، يعطيك حجم. ويستعمل هذا الشامبو على شعر جاف ماشي مغسول البنات يكون مشمخ، نو، حتى ينشف لكم باش تستعملوه. وخاصه اللي يصبغوا شعرهم كيما قلت لكم وما شعرك خلاص تحسي زيت ولا مليح بزاف، هذايا الشامبو ينحي لك كيما قلت لكم الدهون الزايده، ومنها بهالطريقه كيما تغسلي شعرك بزاف يحافظ لك على لون الصبغه تاعك لمده اطول. كيما قلت لكم خاطش الغسيل بزاف ينحي لك لونها بسرعه. وتاني اللي عندهم اللي دايرين لاكيغاتين ويحسوا الجذور تاع شعرهم زيتين، هذا تاني بزاف مليح كي ديريه غير في الجذور. كيما قلت لكم الشعر المصبوغ الله غالب زملو تقومي به، كشو عندك بيبي في الدار لازم تقومي به كيما البيبي تاعك الله غالب. هادو هما المراحل اللي ديروهم باش تحافظوا على لون تاع شعركم اكثر وقت ممكن. ان شاء الله يكون فاتكم الفيديو تاع اليوم. الى الملتقى في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.